بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق دراوة. يا جماعة صلوا على سيدنا النبي. النهاردة 7/9/2023، ودول يا جماعة بالصلاة على النبي تبارك الله، دول أفخم بقرتين في السوق النهاردة يا جماعة، أفخم بقرتين في السوق. أنا شايفهم لغاية دلوقتي، هم بالصلاة على النبي. تحتيهم يا حجي بالصلاة على النبي، يا عم مواليد خمس أيام، تحتيهم نتي مواليد خمس أيام يا جماعة. وين السن معانا فيهم يا حجي؟ على الأول الاثنين؟ الاثنين قافلين على الأول يا جماعة، قافلين على الأول الاثنين تبارك الله ما شاء الله. الله لا مؤاخذة خالد، لا مؤاخذة، لا مؤاخذة. السوق زحمة يا جماعة، شغالين نخبط في الناس والله. صلاة النبي على المال يا عم والله، اللهم صل على النبي. الله يبارك يا حاج، هاي بالصلاة على النبي. الله يبارك، الله يبارك بالصلاة على النبي. بالصلاة على النبي. هذه يا جماعة شايفين يا جماعة، شايفين العظميتين بسم الله ما شاء الله، شايفين الضرع بسم الله ما شاء الله، والحلبات الله أكبر. يعني وراهم نتي مواليد ست أيام، وراهم نتي الاثنين دول يا جماعة. وراهم تشن مواليد ست أيام، مواليد ست أيام قافلين على الأول. هذه فتحات يا جماعة، الصلاة على النبي تبارك الله. صلى على النبي، اللهم صل عليك يا نبي تبارك الله. صلاة النبي تبارك الله ما شاء الله، الله أكبر. صلاة على النبي إلا عليهم يا حي، عليهم، عليهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، عليهم صلاة النبي. عليهم فلوس يعني؟ لا ما عليهمش يعني. البيع والشراء، البيع البيع والشركة، ها؟ البيع والشركة. كل واحد بيشتري شراء. آخر شراء. من الله 110. آخر شراء، آخر شراء، ايه؟ آخر شراء. 95. 95. صلاة النبي. هذه يا جماعة الشراء 95. والله قريت لما يفهم. البقرتين في السوق يا جماعة. 95,000. ها آه. معلم ابو الحسن والدين دول، والدين صلاة النبي صلاة النبي تبارك الله. استقلت نقشة حاجة يعني صلاة النبي الله أكبر. فريزي فريزي حي تبارك الله تبارك الله. ودي العيال يا جماعه، في وحده، لا والله في وحده تلقيح براون، دي الاثنين تلقيح براون يعني ما شاء الله. تلقيح دول حي، تلقيح ما شاء الله، تلقيح يا جماعه عشان في ناس تمسك على كلامنا، نتكلم في السوق باللغه العاميه. تلقيح براون 011 حق 54 54 36 36 11 11 81 81. اسم الكريم حق محمد، عم محمد يحلب لهم كامل واحدة في اليوم. والله اللبن ده من يدك رزق، رزق ايوه، رزق اللبن تقريبا يعني، لكن الخير فيهم تقريبا، الخير فيهم ايوه تقريبا. انا ما اعرف شغال ما بيجلسوش يا جماعه، الناس هنا تجار. يا عم احمد صلاه الحبيب راي يحصل لهم، يحلبوا لهم كام تقريبا، يحلبوا لهم كام وكام. والله دعات سبحان الله، ده من عند ربنا تبارك الله. 7 8 10 اه صاحب البهائم ده ماسك الحبل ساكت. صلاه النبي ما تقول لي طيب يا معلم، ما تقول له معلم عبده تبارك الله ما شاء الله. معاكم هذول؟ تعرف ودي عشرة لوالدة؟ دي عشر ستة وبتة، دي عشر ستة وبتة. وسنة هادية؟ ست سنات، ست سنات تحتي أنت عشرة يا جماعة ما شاء الله تبارك الله. كام اللي عليها ده معلم؟ دي؟ آه. 61.5. 61.5 يا جماعة. غلابة. بكام بقرة الغلابة دي؟ 37 يا جماعة. لا إله إلا الله، صلاة النبي الله أكبر يا عبده. والله يا عبده يفتح بيت حبه. أهم الواصلين 95 يا جماعة. تبارك الله، تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. ظهرك أبد يا عمي بالصلاة على النبي. البيع والشراء آخر البيع والشراء 95. البيع والشراء 95. وصل 95. حكم 100,000 أيوه. حكم 100. تبارك الله. والسن نظيف. السن نظيف أيوه. تبارك الله. والله يا إحنا. تبارك الله.
تبارك اي حد عايز بقر من بقر قرواص هم يا جماعه. انا شايفهم يا جماعه يعني اقل حاجه يحلبوا لهم 8 و8. انا على نظريتي انت قول 7 و7 14 ولو وكلت يجيبوا ازيد. دول بقرتين يا جماعه مش ياخذهم غير الغاوي يعني صباح الفل. دول مش ياخذهم غير الغاوي الغاوي بس يا جماعه هم. الغاوي ياخذهم غاوي يا احمد. صور له انت بالله. صل على النبي تبارك الله تبارك الله. لا يا عمد احنا نصوروه غاز عنده والله. الله يوسع عليه تبارك الله. ادي ضرع البقره دي يا جماعه. ظبط يا احمد ظبط قوي. حاضر يا معلم. تحتيها النتايه يا جماعه. تحتيها النتايه دي سنها على كده الاول قافله على الاول. صلاه النبي قافله على الاول. كم البيع والشراء معلم؟ 45. صل على النبي. 45 البيع والشراء. 45 يا جماعه. ودي المحليب الله اكبر. كم تليفونك يا معلم لحد عسى وصل معك؟ تليفونك كم؟ 011 22 40 11 61. اسم الكريم؟ محمد ابو الحسن. معلم محمد يا جماعه. معلم محمد تبارك الله ما شاء الله. السلام عليكم منورين. صل على النبي. السوق طبعا يا جماعه لسه الوقت بدري الساعه 7 دلوقتي فتلاقي الدنيا زحمه ومحدش فاضل تصوير يعني بيبقى في الاول كده حدش فاضل تصوير يا جماعه. كله مهتم بالبيع والشراء. هديك بقرتين هنا في السوق يعني. شفتهم انا غيرهم؟ لا غيرهم دول. لا غيرهم دول ب 132. تعال صلاة النبي. انت في النت صلاة النبي والله العظيم ما تعبوني والله ما فلس اللي ده اللي احنا اللي شفناهم ب 95 يا جماعه. دول طلعوا مش حاجه. ده في حاجه اعلى على كده. الرايد بيقول ب 130 132 الف. ايوه ماني اقول لك البقر غلي. فين هم؟ فين هم؟ فين راح هو؟ حسيت البقر دي هتبقى. فين هم دول؟ الله يسهل له يا عم. روح يا عم اللي يملاهم لك كلهم بركه. مين خدموه؟ خدم الحج عبده صوب. الحج عبده اللي يملاهم لك كلهم بركه. دول؟ اه ب 132. خدم الحج عبده بالصلاه والله. هم يا جماعه بالراحه 132 الف الرايل بيقول. لازم نشوف الثاني احنا. هنا معلم عيسى. معلم احمد صباح الفل يا رجاله. برضه عايز اجيبهم انا. برضه عايز اجيبهم عايز اصورهم ب 132 الف. طب ليه تسفلوني؟ صلاة النبي تبارك الله. يا حسان غلا شديد غلا شديد. صلاة النبي تبارك. ازيك يا معلم؟ تبارك الله. ماشي رايق بيصور كان موقف عادي. فيهم عشرة معلم ولا؟ عشرة تاني. عشرة كام دي؟ عشرة كام دي حد؟ عشرة ستة؟ ستة وتحت منها بنت. والتاني؟ اللي هناك فاضي. اللي هناك فاضي. كام البيع والشراء حي؟ كام البيع والشراء؟ 133 الف. الله يوسع عليك يا حي. الله يملاهم لك بركه يا عم. 133 الف يا جماعه. بس مو يعني اللبن الله اكبر يعني. الصلاة على النبي على اللبن فيهم. لا بقر موصوف. لا تبارك الله بقر موصوف. عديل يا عم الله يسهلكم. عديل. الصلاة على النبي. والثاني طلعت تبارك الله ما شاء الله. الله اكبر. طب هم عنا وزروق وعرفه وده كلهم ضيف. معلم صباح الفل. ايه سنة يا معلم؟ على اول يا معلم. قافلة على اول تحتيها انتهي يا جماعة. الصلاة على النبي تبارك الله. صلاة النبي تبارك الله. تحتيها انتهي حلوة يا جماعة. تحليب الأحسن من 4 و4. كم معلم البيع والشراء؟ البيع والشراء والله العظيم دي هنا ب 45 و700 والبيع والشراء ب 46. دل عليها 45 و 700 على العرب 300 جنيه 46. بيشتروا ب 46. تبارك الله. الصلاة على النبي. صح ولا؟ تحليب لها كم وكم ده على كده معلم؟
2 ونص و2 ونص بحال الرب. والله وتحلب احسن ولا عشان بعد عيلها يعني بعد عيلها يا جماعه بيقول 2 ونص و2 ونص. كم تليفونك لحد عسى وصل معك يا اخي؟ 03 76 478 24 اسم الكريم احمد معلم احمد يا جماعه. اهلا بك صلاة النبي تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ده يا جماعة الفيديو ده مختص للبقر الفواخر بصراحة. أنا بحب أصور البقر الفواخر اللي في السوق. هنعمل إن شاء الله فيديو تاني للبقر اللي على كده يعني. نهاية الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.